حد عارف احنا مين ولا فين، والحنين زايف كأنه مش حنين. حد عارف احنا مين ولا فين، والحنين زايف كأنه مش حنين. الإسلام علمك إن أنت تستخدم عقلك، يعني لما ربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ويجي بعديها يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أولادكم. صباح الخير. صباح النور. شكلك ما نمتيش من امبارح. انا فعلا ما نمتش. ايه بتفكري في ايه؟ حسين علام، عيلة علام. يا دي النيلة، انا ما صدقنا ما خلصنا من المعروف
البلطجي ده اللي كان عايز يقتلك والناس اللي حواليه اللي كانوا عايزين يأذوكي. انا لازم اعمل كده، مبقاش عندي حاجه اخسرها. ليه؟ عندك البنت الصغيره اللي بتحبك وبتحبيه. يا بنتي انا مقدر كل اللي جواه كده، بس انت كمان لازم تبقى فاهمه انه بيتحكم في مؤسسه قد الكون كله. انا ما تهمنيش المؤسسه، انا يهمني هو. برضه ما انتش قادره تفهمي، ده بيتحكم في مؤسسه من النيل للفرات ويمكن اكتر ابن الايه ده كمان. وبعدين يا بنتي انتي دلوقتي استاذه في الجامعه، هيبقى موقفك ايه قدام الطلبه بتوعك لو حب يأذيكي ويتكلم عليكي؟ انا ناوي اسيب الجامعه، انا ما اقدرش افضل في مكان وانا عارفه ان هو طرف فيه وعارفه اني متراقبه وكل خطوه بعملها بيتكتب عنها وفيها تقرير. معرفش ليه انت متصور انه مهتم قوي كده بيكي. انا عارفه، عارفه انه مهتم ومتاكده كمان ان هو اللي جه ورا احمد ودخله طرف مع منصور عشان يضايقني حتى لو كان احمد ما يعرفش. كل ده عشان ايه يعني؟ عشان بيحبني، عشان مش قادر ينسى اللي عملته فيه. حاضر يا امينه، هقول لك ايه انا في ايدي ايه اعمله. هقول لك تعمل ايه، تساعدني لو سمحت، تفتح ورقك القديم كله وتقولي كل اللي عندك على عيله علام. انا دلوقتي متاكده ان هم الطرف التاني في الكتاب. علام عندهم اسهم في فياكم، علام هم الميديا بتوعه. طيب ما فيش قهوه كده تعدل دماغي عشان اعمل لك كل ورق اللي انت بتقوليه ده؟ حاضر. على فكره الشباب على الفيسبوك منزلين كل الحلقات بتاعتك، لازم تتفرج عليها. والله شيء جميل قوي الشباب ابتدى يهتم وابتدى يقرا وابتدى يدور. انت ليه مش بتفكر ترجع لهم تاني من هنا من مكتبك؟ مش لازم تخرج للناس، كاميرا تتحط قصادك وتقول اللي عندك كله. انا عملت اللي عليا وقلت للناس في التلفزيون كل حاجه، تالي ده دورهم بقى، هم اللي يدوروا ويسالوا ويعرفوا. حتى الاذاعه، على قد الاذاعه ما قربت بيني وبين الناس على قد ما بعدت بيني وبين بنتي. يا سيدي انا مسامحه، خلاص ما تزعلش روحك اكتر من كده. انا هقوم اعمل لك القهوه. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الاولانيه نرزقكم واياهم والثانيه نرزقهم واياكم. لابد ان يكون هناك عقل بيستوعب ده حتى ولو لم تجد له تفسير. مساء الخير. مساء النور. أنا سهلة؟ الحمد لله على السلامة يا فندم. متشكرة. أستاذ ياسين موجود؟ موجود يا فندم، لحظة واحدة. معلش أنا آسف يا فندم، هو حضرتك أول مرة تيجي هنا ولا أنا اللي ما خدتش بالي؟ لا، جيت مرة بس كان زمان. أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك، اتفضلي سعادتك. اتفضلي يا فندم، أهلا أهلا. يا ألفي ما تبقاش رخم. خلاص البيت عندك واسع. لا مش هتلاقيه قدامك، ازاي يعني؟ طيب خلاص ألفي انا هرجع اكلمك بعدين. لا لا جالي ناس. خلاص قلت لك هكلمك. لا مش اهم. ماشي يلا سلام. ألفي قافي شويتين. انا يعني موضوع الشد اللي حصل بينه وبين حسين علام موضوع تافه لازم ينتهي. فارق قوي حسين علام معاك صح؟ زي ما كان فارق معاك بابا؟ اخباره ايه؟ كويس؟ كويس. سألني عنك. كنت عايز احكي لك يوم ألفي بس طبعا انت مشيت ونفضت لي. انا كان لازم امشي، انا اسف. حاجة باباكي موجودة عندي، صورك موجودة لو عايزة تاخديها. وانا صورتي عندك بقى اخبارها ايه؟ يعني احنا؟ احنا زي ما احنا فعلا ياسين؟ انا بجد مش حاسه كده، حاساك عايز تبعد بس محرم. والله مين اللي قالك كده؟ انت مش حاسس؟ بكلمك ما بتردش عليا؟ يوم ألفي مشيت وسبتني وانا عماله بتحايل عليك ان احنا نقعد مع بعض؟ عشان انا في مصايب فوق دماغي، خطفك والناس اللي مش عايزانا ننجح
وفضيحة أكسيوم ومعروف اللي أنا مش عارف هو ناوي على إيه. أنا ما يفرقش معايا كل ده يا سين. أنت فين من حياتي؟ أنا مشغول. مشغول. بعدين أنا جنبك، لو احتجتيني هتلاقيني جنبك، احتجيني هتلاقيني جنبك. وادي القهوة الأحسن دكاترة في الدنيا. على فكرة مكان والأجهزة اللي جايين من الشركة وصلوا. دكتور ياسين جابهم بنفسه. كويس، مدام ياسين جاب الحاجة من أكسيوم يبقى هنقدر نكمل هنا براحتنا. طيب خليهم يدخلوا الحاجات المعمل التاني، أنا هاجي أتشيك عليهم كمان شوية. تمام يا دكتور. شكرا يا سعد. دي كل الشفرات بتاعت الفيروس. طيب احنا هندخل على الشفرات دي بقى ازاي؟ الفرق بينها وبين سي مش كبير. الفرق بس ان بروفيت بدل يوراسيل. ازاي ما خدناش بالنا من ده قبل كده؟ اعتقد لان هي بتتغير ببطء فبتاخد وقت عشان نحس بيه. احنا لازم نشتغل على الفيروس من جواه. نحاول اليوراسيل جوه الخلايا الاول. لو بدلناه من جوه الفيروس العلاج لكن اشتغل عليه وقتله؟ فريد. اه طب انا هروح اجيب العينات اللي عندي نبص عليها. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله كويسه. لو كنت رديت على 50 تليفون بتوعي كنت على الاقل عرفت اني كويسه. انا اسف جدا، انا بجد مشغول، انا في بلوه. اللي حصل لاحمد واللي بيحصل في المستشفى ده كلنا عندنا دقيقه يا فريد، كلنا عندنا دقيقه نسال فيها على بعض. وانت تبقى متخيل ان انا عايزه منك ايه اصلا؟ انا عارف انك مش عايزه حاجه، انا عارف انك بتسالي عليا بس انا بس متخيل انك بتقدري الظروف شويه. انا فاهمك كويس قوي يا فريد، بس بصراحه كنت فاكراك غير كده وكنت مصدق ان انت فعلا معجب بيا. انا بجد معجب بيك يا اسماء، انا بذلت مجهود عشان ابقى جنبك. لا 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 لا، انت بس كنت معجب بواحده عشان مش عارف توصل لها، لكن لما عرفت الموضوع بالنسبه لك ما بقاش له طعم. انت ليه بتقولي كده يا اسماء؟ انت عايزه تسيبيني يا اسماء؟ انا بجد حبيتك. اوكي، لو فعلا بقى بتحبيني زي ما بتقول يبقى اثبت لي يا فريد. سلام. صباح الخير. صباح الخير. سلامتك يا حاج. الله يسلمك. ابنك يوسف. يوسف ربنا يخليك. تعيش. ما تخافش يوسف، بلو هيبقى كويس. شكرا. ان شاء الله. شكرا. وانا صغيره استاذ محمود العربي والدي كان دايما يحكي لي عن مصر وقد ايه احنا احسن شعب في العالم، وبعدين انزل الشارع اشوف وشوش الناس والتوهان العجيب اللي بقينا فيه اقول ازاي احنا احسن شعب. بس لما فكرت لقيت ان في ناس مصلحتها اننا نفضل كده، نفضل تايهين، مع اننا فعلا احسن شعب لاننا عرفنا يتسرق من عمرنا وحياتنا قد كده ولسه قادرين نضحك ولسه قادرين نحلم. فينا حاجه جوانا كل يوم بتفكرنا ان بكره هيبقى احلى، زي ما يكون في بيننا وبين الحياة عهد. وعلى فكرة أنا قريب قوي مش هبقى معاكم، همشي من الجامعة. إزاي؟ ليه يا دكتور؟ حصل حاجة؟ حد ضايقك؟ ما حصلش حاجة. بصوا أنا مش عارفة أفهمكم إزاي، أنا خايفة بس المعنى ما يوصلش، بس أنتوا برضو من حقكم تعرفوا. بصوا يا جماعة، أنتوا كلكم فعلا هايلين وأنا بشوف في كل واحد فيكم أمل، بس ده عشان كان عندكم فرصة كويسة، فرصة مش عند ناس كتير. وانا بصراحه مش هقدر اكمل في جامعه كل اللي بتتعلموه فيها اللي هي عايزه تقدمه لكم وبس. انا بقالي كام يوم بفكر ازاي نغير نفسنا، ايه نقطه البدايه، وجي في دماغي حاجه واحده، التعليم. عشان كده بحاول اتبنى فكره انا لسه مش عارفه ايه هي، بس حاسه ان احنا فعلا ممكن نعمل فرق. جايز يكون اللي بفكر فيه ده مثال شويتين، احلام واحده بتخرف. ازاي نقدر نغير المدارس؟ ازاي نقدر نجيب كل يوم مدرس، مهندس، اديب، مفكر، دكتور من جوه البلد؟ وده مش هينفع غير لو اشتغلنا على الولاد الصغيرين. بس ما حدش يعرف يعمل ده لوحده. صح، انا محتاجه مساعده من ناس كتير، بس انا لسه مش عارفه ابتدي ازاي ومنين. هتبتدي معانا لان انا مش هنسيبك. طبعا مش هنسيبك، اي حاجه تطلبيها في مشروعك احنا معاكي.
اهلا اهلا مستر الفي. فوقش الجامد قوي. ياسين ليه جوه؟ عنده ميتنج، ممكن حضرتك تستناه. استنى مين بس؟ انت بتهرج. مستر الفي ما ينفعش. لا هو اللي يستناني. استنى بس مستر الفي ارجوك ما ينفعش كده. ارجوك بعد اذنك. بعد اذنك يا فندم. ياسين بيه علام. اهلا عمر الفي. ازيك يا عمر؟ تمام. ايه ياسين ده انت عامل لنا كمين بقى؟ انت عارف انا وياسين اخوات، ما ينفعش اني اكلمه واخد منه ميعاد. اخوات؟ انت مش لسه من كام يوم عمال تلسن على اخوك ده يوم ما طردتنا وتقول انه مالوش في المكان وانه مجرد ضيف؟ فانت جاي تهدي نفوس بقى؟ لذيذ قوي. اي نعم انا ضيف يا الفي، انما برضو الضيف له احترامه يا الفي ولا ايه؟ اكيد، وعشان كده انا عاوز اعتذر لك قدام الاستاذ حسين علام. انا اسف. تعتذر لي انا بس؟ لا، ازاي؟ واعتذر لصاحبي وحبيبي سحس. انا لما بقفش عليك ما بقفش عليك عشان ببقى زعلان، انا بقفش عشان راجل محترم زيك وجاي يسهر في مكان محترم زي الفي، يعني ما ينفعش انه يتشاف ومعاه موزز كسر. طب ما تقول كده من بدري يا الفي، قول ان موضوع الموزز هو اللي مضايقك. خدهم يا الفي انا عندي كتير. لا 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 يا حسين، مش ذوقي انا، ذوقي حاجه تانية خالص. ده حقيقي في دي عنده حق، اصله الفي عنده ذوق خاص في التير مربوطه. لا خاص ولا حاجه، اصل كل اللي عندك بصب عندي يا حسين. انت ما بتشوفش غير اللي المفروض تشوفه، انما لو اتفقنا وبقيت واحد مننا يمكن يمكن تشوف حاجات تانية خالص. لا 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 لحظه يا الفي، لحظه لحظه، حكايه واحد مننا دي لسه بدري عليها شويه، اصله حسين قدامه امتحانات كتير وهو مش قد الامتحانات دي. انتوا بتلعبوني بقى؟ شوف علشان نبقى واضحين، انا كل الكلام ده لا يعنيني، انا كل اللي يعنيني الشغل، الشغل بس. انت عارف ايه اللي اهم من الشغل؟ تظبيط الشغل. بالظبط، سمعت دي؟ تظبيط الشغل مهم جدا. انا اللي قلت لألف يجي بصراحه عشان احنا حابين تتعرف علينا اكتر وعايزينك تعرف احنا عملنا كل ده ازاي. انت طبعا حاسس اني انا زعلان منك عشان نشرت قصة حياتي في الجرايد عندك وكده، مش كده؟ خالص، انا بس متوقع واحد زيك عارف كل الحاجات دي، يعني تبقى متوقع ان مكان زي الفي ما ينفعش اكون فتحته لوحدي، ولا ايه؟ مش انا، لا يعني مش انا لوحدي. بص يا حسين، الكلام اللي هتسمعه لو خرجت من هنا وفكرت فيه مش هتلاقيه. يا حسين، الدنيا اللي انت عايش فيها دي، الفلوس والاقتصاد الدولي، تفتكر ان الحكومات والدول هي اللي بتتحكم فيها؟ خالص، في مؤسسات اكبر واقوى من اي حكومه او اي دوله حضرتك شفتها في حياتك هي اللي بتتحكم بكل حاجه، واحنا جزء من المؤسسه دي. وبصراحه اكتر احنا شايفين انه خلاص انت لازم تبقى معانا، وانت فهمت اعتقد انك عرفت انا وصلت لكرسي منصور المليجي ازاي. طبعا انتوا عارفين كويس انه انا مش مصدق اي حاجه من اللي قلتوها دي. حاضر، بس لو صدقت بكره مش هيكون زي النهارده. وانا اشهد على ده. طب وايه بقى المطلوب مني علشان ابقى معاكم؟ المطلوب انك تسمع الكلام واللي تشوفه تصدقه. اه طيب، ما تنساش يا ياسين انت بكره عندك ميعاد قهوه. ها سلام ياسين، ما تفكرش عشان ما تخسرش. سلام. الفي يمكن يكون لسه واقف معاه ومش قادر امسك نفسي، ده طلع على نياته خالص. عبيط انت العبيط.
انت العبيط لو صدقت انه صدق كلمه من اللي قلناها. كل اللي عملناه ده شو ده عشان نقول له اتفضل. عايز تعرف احنا عملنا كده ازاي؟ اتفضل اعرف. وهو عايز يعرف بس. انت عارف انا ابتديت افهم احنا عملنا كده ازاي. العهد كتاب امين العربي مش كده؟ على فكره يا ياسين انا مش زعلان ولا متضايق. انا بس تهت منك مش عارف اسالك ايه. المفروض قلق، المفروض تطمن، المفروض تقرا. لو جات على قرايه بقى انت عارفني هقعد استنى لغايه ما الكتاب ده يقلبوه فيلم واقعد اتفرج عليه. سيبك من الكلام ده، انا عاوزك انت اللي تحكي لي. احرق لي الاحداث يا اخي. هي قالت الكتاب ده مجرد كتاب، هو الفكره هو الحكايه، انما الباقي انا اللي بعمله. يعني ممكن الموضوع يبوظ منك. لا 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 لا، عشان بطل الروايه كان لوحده، انما انا مش لوحدي، انا وانت، وانت مش هتسيبني، خصوصا لما تعرف حسين علام ايه اللي هيحصل له في الاخر. ايوه بقى تعالى لي، ادي الحته دي بالذات عاوزك تقعد كده تحرقها لي كده بمزاج. قول. اهلا اهلا. ازيك؟ انا بقول الشمس طلعت جوه المكان ازاي؟ من اول ما عرفتك كنت ما حدش عارف يثبتك في الكلام خالص خالص. مش هتعرفي تثبتيني. الفي انا اسفه، انا غلطانه. اوعي تقولي كده، انت مش غلطانه، انت بس اخترتي. اخترت؟ اخترت ايه؟ يعني حاتم بيتهيأ. ألفي انا مفيش اي حد في حياتي، واحساسك غلط من الاصل. انت بس عشان حبيب احلام، والموضوع ده صعب عليا زي ما هو صعب عليك انك تشوفني من غير ما تفكر فيها. ولما انت بتحبها قوي كده يا ألفي سبتها ومشيت ليه؟ كفايه كفايه يا كليو. صدقيني لو كان في ايدي كنت رجعت الزمن لورا كانت كل حاجه اختلفت. انا اسفه يا الفي، مش قصدي اقلب عليك المواجهه، انا بس جيت عشان اقول لك الفي انا بجد بحبك. بحبك بس. انا فاهم فاهم. تحبيني زي صاحبك، زي اخوكي، زي حد عزيز عليكي، حد سمعتي عنه كتير وحسيتي انك تعرفيه من زمان، مش كده؟ بقولك ايه، سيبك من الكلام ده كله، يعني غير مش هينفع. ألفي انا مش عايزه اخد من وقتك اكتر من كده، بس أنا كنت عايزة أسألك سؤال. ياسين يا ألفي، أنت وياسين اتعرفتوا على بعض إزاي؟ ومين ياسين ده أصلا؟ ياسين ده صاحبي وأخويا. ياسين أكتر واحد وقف جنبي بعد أختك. أنت صاحبي الوحيد اللي أنا متأكدة إنه بيحبني زي ما أنا بحبه بالظبط. ياسين ده وراه حاجة. ألفي أنا مش عايزاك تأذي أي حد مهما كان السبب. أرجوك. انت تعرفيني كويس، انت عارفه كويس جدا انا مش ممكن اذي حد عشان خاطري. طلعي ياسين من نفوخك. ياسين مش وحش قوي كده، هو بس. بس ايه يا ألفي؟ انت عارف متاكد ان ياسين هو اللي لعب منصور وخد مكانه في عكسي. واحد يفكر كده لازم تخاف منه يا ألفي. ألفي ياسين ممكن يبيع اي حاجه حواليه لو مش مصلحته.
ايه انت هنا من بدري؟ ايه ده؟ انا قلت اساعد شوية. رحت الأهل صح؟ رحت له. بيسلم عليك. الله يسلمك. هو ألف كده كله على بعضه لازم يتحب. وايه أخبار كتاب أمينة؟ أهو أنا حاسة إن في حد بيحاول يعمل كل اللي مكتوب في الكتاب ده. أنت مش قريته؟ أنا قريت بصراحة. وزي زيك نفس الإحساس. اللي بيحصل حوالينا ده زي المكتوب بالظبط. ما ده اللي مخوفني. وبعدين في حاجة كمان. اللي حصل لأحمد أبو العيلة ومنصور المليجي وأكسيوم اللي اشتراه ياسين. مش ده كله جايز يبقى ليه علاقة بحاجة؟ يعني هو الموضوع غريب بس فكري شوية. ممكن ياسين يبقى بيفكر كده فعلا. عندك نفس إحساسي. كان نفسي يبقى عندك نفس إحساسي أنا. ساعتها كنا هنتكلم في أي حاجة تانية غير ياسين. أنا مش قادرة أفكر إلا في ياسين والكتاب. طب بذمتك مش نفسك تفك دماغك وتهربي من كل الدوشة اللي حواليك دي؟ نفسي. عرفت طول عمري بقول إيه؟ مصر هتبقى آخر المحطة. أجي أستقر بقى في سينا. أصحى الصبح شمس وبحر وألوان وبعدين بالليل نجوم وقمر وجمال. وبعدين؟ وبعدين لا شمس ولا بحر ولا أي حاجة خالص. رحالة. ماليش بيت. ليه وانا قابلت ناس كتير قوي في حياتي وقليل قوي لما بحس ان في حد مش هنساه زيك. معرفش ليه كده بيجي لي احساس ان انا عايز اشوفك مبسوطه على طول. عارف في حاجه في عينيك بتحسسني ان انت ما بتعرفش تكتب ودي احلى حاجه فيك. راح فين؟ انا لازم اروح اشوف امينه. طيب خلي بالك على نفسك. متقلقش. عيلة علمدي اتولدت مع ثورة 52 ويقال ان كبيرهم محمد علام كان على علاقة بالأمراء والملوك بتوع الخليج. كان بيطور لهم الإعلام والتعليم في نفس الوقت. العيلة دي زيها زي اي عيلة في الدنيا لازم تطمس النظام اللي فات لانها بقت جزء من النظام الجديد حتى لو كان النظام القديم كويس. عشان كده شوية سمعة مراد كامل؟ انا معرفش ازاي بس اعرف ان عيلة مراد كامل دي كانت اكبر حاجة في عيون المصريين لدرجة ان حزب الوفد كان متصور ان لما يقع جمال عبد الناصر البديل اللي يقع على طول هو مراد كامل. اللي ضحك بقى ان العيلة دي ابتدت تروح كده وتروح كده لغاية ما انقرضت بكامل. انقرضوا ازاي يعني؟ يعني اللي فيهم مات، اللي فيهم سافر، فيهم ناس بعدوا عن سمعة العيلة نفسها. ما تبقاش منهم غير حسين محمد محمد علام. طبعا. ودلوقتي البيها رينا قنوات تافهة وجرايد غريبة. خلي بالك القنوات التافهة دي والحاجات الغريبة دي أوامر بتجيله عشان ينفذها. الشخصية دي موجودة علشان تفسد عقول البشر. ما عندوش أي مانع إنه يقتل، يسرق، يعمل أي حاجة في الدنيا، المهم الفلوس. يعني حسين علام ده فعلا زي ما أنا كنت بسمع عنه. اتعلم في أمريكا أسوأ طرق الإعلام. وتعلم على ايد عيلته اسوأ طرق لبيع البني ادمين. صور واحد بالتركيبه دي ازاي يبقى ايه؟ يعني لو عرفنا دلوقتي ان ياسين بيفكر ينتقم منه يبقى عنده الف حق. ايوه بس ده ما ينفعش تخشي له كده. ده محتاج خطه. ما تقوليليش انت نسيت ان الخطه مكتوبه؟ ليه ده؟ دي مستنيه حد؟ ايوه من اذنك. ازيك يا كليو؟ ازيك؟ اتفضلي. تشربي ايه؟ لا لا ولا حاجه ميرسي. انا مش عايزه اعطلك. بالعكس ده انت جيتي في وقتك. انا لسه كنت بتكلم مع استاذ محمود على موضوع عيله علام وجايز يكون عندك معلومات تفيديني بيها.
بنت محمود العربي عايزاني انا افيدها بمعلومات؟ بعدين ليه عيلة علام وليه دلوقتي؟ لاني متأكدة ان حسين علام ورا كل اللي بيحصل. بصي يا امينة، الحقيقة لو عايزة تعرفي يعني عن عيلة علام سهلة، سهلة جدا. هي تاريخها من تاريخ بعد الثورة. بس اللي انا مش قادرة اعرفه، انت ازاي عرفتي التفاصيل اللي كتبتيها في الرواية؟ وازاي قدرتي تتوقعي اللي هيحصل؟ مؤاخذة يا بلسطات، عوقت عليك. أنا قلت عدى أجيب شوية حبشتكنات كده حكم إن إحنا شكلنا هنتوى هنا كتير. توقعت. ليه يا اسطى؟ فكرت هنعمل إيه؟ عادتنا كده ملهاش عايزة. الفكة اللي معانا مسرعة تخلص. إحنا محتاجين ظهر أكبر نتوى وراه. تعجبني دماغك. مين بقى الظهر ده اللي إحنا هنروح داخلين وراه؟ معلم شعبان، مش هو اكبر المنطقة دلوقتي؟ لو ما طلعناش منه بحماية بس ما اشتغلنا معاه. ايوه بس يعني المعلم شعبان ده هالك، وبعدين الناس اللي مشغلينه يعني بيشتغلوا معاه. مالكش فيه، كل انت بس وانا حلقه داخله. دلوقتي الحكومة بتنسانا، هرجع واخد حقي من حباب عينيهم. امسك ليش نفس. كليو انا سبق وقلت لك انا مش الامير، انا مش بحقق المكتوب في كتابي. محدش يقدر يعرف ايه اللي ممكن يحصل بكره. بصي يا امينه، اي حد بيبرر تصرفاته على اساس هو عايز ايه من الدنيا. يعني اسهل حاجه واحد يجيب العهد ويعمل اللي مكتوب فيه. ماشي يا مينا، لو انتي عايزه تقوليلي مش انتي الامير في الروايه، بس انا عايزه اسالك سؤال. وانتي مش شايفه الشبه بين اللي بيحصل في الروايه واللي حصل لمنصور المليجي؟ يعني اللي عمله ياسين. ايوه ياسين، يعني انتي مش واخده بالك؟ دي مصر كلها واخده بالها انه فجاه قعد مكان منصور المليجي. حتى لو كلامك عن ياسين صح، توافقي تمشي ورا واحد مجنون بينفذ كلام على ورق؟ يعني انت كنت عارفه؟ مش مهم انا عارفه ايه دلوقتي، المهم انا عايزاكي تشيلي موضوع الكتاب ده من دماغك. مفيش امير ولا حاجه. جايز يكون ياسين مبهور باللي في الكتاب، وجايز يكون في حاجات فيه شبهه كتير، بس ياسين ما يقدرش على كيان كبير زي ده لوحده. بص يا امينه، انا ما اعرفش ياسين كويس، بس اللي اعرفه ان كلامك مش جنان وكتابك مش جنان، والدليل عملوا المستحيل عشان يوقفوكي. ما فيش اي حاجه مستحيله، خاصه لو فكرنا ان احنا نقدر نساعده. كليو، من فضلك انا مش عايزه حد يعرف حاجه عن الموضوع ده. انا لازم اعرف ياسين ناوي على ايه، اذا كان فعلا هدفه هي عيله علام، على الاقل لازم اضمن ان محدش تاني ممكن يتاذي. يعني انت عايز تقولي ان كل القنوات دي بتاعتك؟ طب والله ما كنت اعرف. لا طبعا، ده لو كل القنوات دي بتاعتك كان زماني. بس قريب قريب قوي هيبقى عندي اكتر منهم انا وياسين. ياسين؟ اوكي، انتوا بتعملوا ايه بقى من ورايا؟ انت بتسالي كتير يا اسماء، وده مش كويس. مش عشان حاجه، بس الحاجات دي بتبقى زي الاكله، لو دقتيها قبل ما تستوي يبقى طعمها ماسخ. اصل انا قلت يعني ان احنا خلاص بقينا صحاب ونحكي لبعض كل حاجه. صحاب؟ يا بنت انا اعرفك من 5 دقايق. ايه دي واحدة واحدة كده نمشيها تا 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 هنوصل للي احنا عايزينه بالظبط. قولي الأول بس، انت نفسك في ايه؟ بص، هي حاجة واحدة بس، نفسي لما امشي في الشارع الناس ما تبصليش عشان شكلي، بصولي عشان حاجة ليا قيمة. من وانا صغيرة وانا عندي الإحساس ده. أنا أصلا اتخلقت عشان أغير الكون. تغير الكون؟ كويس. طب فهميني كده واقنعيني واحدة واحدة، مش يمكن أساعدك تقلبي الكون وأشقلبه معاكي ونتشقلب سوا وكده؟ بس أنا مصاحبة. صاحبة؟ صح. طيب أنا يعني هقول لك على أساس إيه؟ صداقة بريئة وكده؟ بص، أنا بحب اللي ياخد باله مني.
يعمل لي كل اللي انا عايزاه، مش اللي حبسني في قفص عشان يتفرج عليا بقى والشويتين دول. ما اختلفناش، انت نفسك في ايه؟ عايزه تمثلي ولا تغني ولا ترقصي؟ والله كل اللي يجي منك كويس، المهم بس يبقى على نظيف. انا بتاع النظيف. ايوه كده. وانا بالصدفه برضه بتاع سلم واستلم. حبيب قلبي. اه يا ياسين، شكلك هتقلب لي حياتي يا ابني الايه. انا اسف تاخرت عليكي. لا ابدا، انا لا اسفه لكون معطلك عن حاجه. مش هرد عليكي، اتفضلي. بقولك ايه، انا جاي عشان اقولك لو عدت معاك مع منصور المليجي مش هتعدي معاك في اللي بعده. قصدك ايه؟ مين اللي بعده؟ حسين علام، الصوت والصوره، مش كده؟ عيله علام اللي سرقت وشوهت صوره وسمعه عيله مراد كامل، جه الوقت اللي الامير ينتقم منهم في صوره ابنهم الصغير حسين محمد محمد علام. انت عارفه كل حاجه. شفت بقى، انا عارفه تاريخك كله. وانا كمان عارف تاريخك كله، بس مش فاهم انت بتتحديني ليه وقلبتي عليا ليه. قلبت عليك؟ انا مديك الفيروس في ايديك. طب قولي لنفسك، تعالي اساليني انا هقول لك على كل حاجه. لا يا ياسين، انت ما تقولش على اي حاجه. أنا ساعدتك ضد جوزي ومنصور المليجي ده لأن منصور يستاهل، إنما أكتر من كده لأ. أنا مش هسيبك تأذي ناس تانية. متأكدة يا مين؟ متأكدة إنك وقفتي في وش منصور المليجي عشان بيأذي الناس، وفي وش جوزك عشان مشريك منصور المليجي بس؟ قصدك إيه؟ قصدي إن أنا عارف كل حاجة، عارف تاريخك كله. أنا ما بكدبش عليكي. أعرف اللي أنت عاوز تعرفه. أنت فاكر نفسك هتعرف لحد فين؟ انت نقطة في بحر. حسين علام مش اي حد. انا عملت اللي عليا وقلت انبهك، انما لو فكرت تعمل فيه مصيبة او تلبسه في اي حاجة انا همنعك، لان ده اسمه جنان، واكيد في الاخر حد فيكم هيتأذي، وغالبا انت. خايف علي؟ لا يا ياسين، انا خايفة على اكسيوم ومستقبل العلاج فيها. وبعدين انا مفيش حاجة بيني وبين حسين علام. لو انت عارف تاريخي كويس يبقى انت عارف كويس قوي انا مشاكلي مع مين. حتى لو عرفت ان حسين علام هو السبب في نكسة ابوك. ابويا محمود العرب، العالم الجليل اللي كل الناس بتحبه وتسمع كلامه، ده ما عجبش ناس كتير، فضلوا وراه. هددوه بمين؟ ببنته في لندن، مصاحبة وعايشة حياتها وكاتبة كتاب ضدهم، ما عجبهمش، فضلوا وراه ونفوه في بيته. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي بقوله هي الحقيقة. ابوكي ما غضبش منك عشان كتاب، عشان انت دمرتي حياته. ولما اقول لك حسين علام وعيلته يستاهلوا اللي هيحصل فيهم انت بقى تصدقيني، وانت اللي هتساعديني. انت كذاب، الكلام ده لا يمكن يكون حقيقة. اقسم لك ان هي دي الحقيقة، دي الحقيقة يا أمينة، وتأكدي بنفسك.